ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن جهاز أمن الدولة الداخلي تمكن من ضبط 4 متهمين وجاري ضبط المتهم الخامس الهارب والمتواري عن الأنظار، وذلك يوم الاثنين الموافق 25 ديسمبر لعام 2017، والذين قاموا بإعداد وبث مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يسيء لمقام سمو ولي العهد حفظه الله ورعاه. وأضافت الإدارة أنه تم إحالة المتهمين إلى النيابة العامة بعد إقرارهم بارتكابهم الواقعة سالفة البيان، مع تحديد دور كل منهم عند ارتكاب الجريمة. كما تبين أن هؤلاء الأشخاص يشغلون وظائف حكومية مختلفة لدى مؤسسات هامة في الدولة. وأعربت الوزارة في بيانها عن خالص شكرها وتقديرها لوزارة الإعلام الكويتية لجهودها وتعاونها في هذه القضية.